قالت وزارة الخارجية العراقية أنها تدين بأشد العبارات حادثة حرق سفارة السويد لدى بغداد من قبل عشرات المحتجين. وقالت الحكومة العراقية إنها ستقطع علاقاتها مع السويد إذا تم حرق المصحف مجددا. في المقابل قالت وزارة الخارجية السويدية إن العاملين في سفارتها ببغداد في أمان. هذا وأعلنت السفارة السويدية تعليق خدماتها أو خدماتها حتى إشعار آخر. هنا بغداد من أمام مقر السفارة السويدية المهشمة، صبر العراقيين ينفد. العشرات من المحتجين يضرمون النار في محتويات السفارة بعد أن تسلقوا أسوارها فجرا. الغضب والتنديد الشديد كان مزاج المحتجين الحاسم المحيطين بالسفارة بعد إحراقها، كله حنقا على سماح السويد مرة أخرى بحرق نسخة من المصحف الشريف رسميا. وعقب فتح تحقيق عاجل نددت الحكومة العراقية بالحادث بأشد العبارات، متواعدة الفاعلين بمحاسبتهم على ارتكاب هذه الجريمة وفق نص بيان حكومي. البيان لم يرضي السويديين الذين ردوا وقالوا إن الحكومة العراقية هي التي تتحمل مسؤولية كل ما حصل تحت بند واجب الدولة هو حماية الموظفين والبعثات الدبلوماسية. كل القصة بدأت حين سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم يعتزم خلاله المنظم بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي. المنظم لهذا التجمع هو نفسه الشخص الذي نظم حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي، وهو لاجئ عراقي تسببت الحادثة التي افتعلها بردود فعل منددة. في وقت طالبت الحكومة العراقية بطلب رسمي من السويد بتسليمها الفاعل من أجل محاكمته وفق القانون العراقي، وهو ما لم يحصل. الحكومة السويدية تدين في كل مرة الأعمال التي تصفها بأنها مسيئة ومعادية للأديان، غير أنها لا تعتزم أبدا تغيير قانونها الأشد ليبرالية في العالم. معنا من أمام السفارة السويدية في بغداد مراسل العربي شفيق عبد الجبار. أهلا بك شفيق. إذا السفارة السويدية تعلق كما ذكرت لنا في آخر مداخلة لك، تعلق عملها في بغداد إلى إشعار آخر. الحكومة العراقية أدانت بالفعل إقدام متظاهرين غاضبين على حرق جزء من هذه السفارة، ولكن أيضا توعدت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ستوكهولم إن تم حرق القرآن مرة أخرى. ما مجمل التفاصيل لديك؟ نعم طبعا أقف الآن بالقرب من محيط مبنى السفارة السويدية الذي تم اقتحامه يوم أمس أو فجر هذا اليوم تحديدا، يعني ليلا كانت العملية عملية الاقتحام من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذين عبروا أسوار يعني مبنى السفارة وقاموا بإضرام النيران في بعض وحداتها، وأيضا قاموا بالتخريب في بعض أجزاء السفارة. على خلفية هذا الموضوع يعني علقت السفارة السويدية عملها الدبلوماسي في العراق، وأعلنت أيضا عن أن الموظفين موظفي السفارة أو الهيئة الدبلوماسية السويدية في أمان بعد أن انسحبوا إلى مقر السفارة الأمريكية وسط المنطقة الخضراء. الحكومة العراقية كانت لها ايضا يعني كان لها موقف يعني عبر وزاره الخارجيه التي استنكرت استهداف البعثات الدبلوماسيه واقتحام السفاره السويديه. ايضا هنالك عمليه اجتماع للقاده الامنيين لكبار القاده الامنيين الذي اجتمع بهم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه محمد الشياع السوداني، لكن بالمقابل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعني نشر قبل قليل بيانا عبر موقعه في تويتر يندد فيه ويحذر من المساس بالعلم العراقي الذي أعلنت الشرطة السويدية أنها أعطت الموافقة للشخص العراقي المقيم في السويد في بحرق نسخة من المصحف الشريف وأيضا العلم العراقي.
العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم. هذا العمل يحذر منه مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ذا الأغلبية أو ذا القاعدة الشعبية الواسعة والذي دخل أنصاره هذا المكان واقتحموا السفارة السويدية وأضرموا النار، وهي العملية الثانية خلال أقل من 3 أسابيع بعد يعني أن أحرق الشخص العراقي المقيم في السويد نسخة من المصحف أمام أحد المساجد، أحد أكبر المساجد في ستوكهولم العاصمة السويدية. مقتدى صدر يحذر من المساس بالعلم العراقي ويطالب عبر بيانه الحكومة العراقية بأخذ موقف من الحكومة السويدية، وأنه ينتظر هذا الموقف السياسي العراقي. وختم تغريدته أو بيانه ولا تحين مندم، وهي عبارة تحذيرية تحذر الحكومة العراقية من اتخاذ مواقف سياسية أكثر حدة من المواقف التي اتخذتها في السابق. شكرا جزيلا لك. من أمام أو غير بعيد عن السفارة السويدية في بغداد، مراسل العربي شفيق عبد الجبار.